السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حصة أخرى. إن شاء الله غادي نكملوا جميع المسائل اللي بجينا فيها، ودائما تحت شعار نقرأ بشوية وبالتدرج، حاجة كتلوحنا الحاجة باش دائما نعرفوا الفكرة اللي فهمناها نعرفوها بلي راه بتلوحنا لواحد الفكرة أخرى. شفنا اشنا هي لا توبوغرافي، شفنا اشنا هما لي بارتي ديال لا توبوغرافي، شفنا لي بارتي ديال لا توبوغرافي، شفنا اشنا هما لي زاليمون اللي غادي نحتاجو باش نقادو واحد البلان توبوغرافيك. التساؤل هنايا، انا عندي بقعه او لا نعتبرو اون جينيرال تيران، ياك تيران بغينا نحطوه في بلان، ياك بغينا نحطوه في بلان، بطبيعة الحال غادي نحتاجو أننا نطبقو عليه لا توبوغرافي. هادي حاجة باينة، بغينا نطبقو عليه لا توبوغرافي، وباش نطبقو هاد لا توبوغرافي خصنا نطبقو لا توبوميتري، ياك خصنا نطبقو لا توبوميتري باش نجيبو أونجل إي ديستانس، ياك لا توبوغرافي راه قلنا شتنا الديفينيسيون ديالها وشفنا المسائل ديالها. بالنسبه لهاد لا توبوغرافي بينا نشوفوا واش حنايا بينا نبراتيكيو لالتيميتري او البلانيميتري او هما بجوج. التساؤل دابا اللي خص نورمالمون يكون في البال ديالك وفي الذهن ديالك دابا، واش نورمالمون انا عندي واحد البقعه، يعني عندي واحد البارسيل، ياك عندي واحد البارسيل فيها مثلا 205 متر كاري كمثال، واش نورمالمون خصني نهزها كيف ما هي، ياك هي كمثال مثلا فيها اكس في الطول و واي في العرض، ياك نهزها كيف ما هي ونحطها في واحد البلان؟ هذا ما يمكنش. علاش؟ حيت نورمالمون بتخصني واحد الكارتوش او واحد الورقه اللي هي كبيره بزاف، يعني ما يمكنش، اتفقنا؟ دونك انا اشنا هي الحاجه اللي كتخليني ندير ترانسفورماسيون، ياك ترانسفورماسيون مناش من التيران للبلان، مع انني كنحافظ على لي ديمونسيون غيال ديالي، ياك وكتبقى البقعه عندها نفس لي ديمونسيون، نفس لا سيرفاس، سواء نيميريك سواء غرافيك، نفس ديمونسيون. هاد المسألة هادي اللي هي مهمة جدا، وامبوسيبل انك الا كنتي توبوغراف ما تلاقاش معاها، اللي هي ما يسمى بلا شال، ياك هاد لا شال انا كنسميه شخصيا هي نسبة التصغير، ياك نسبة التصغير، ياك كاينين بزاف ديال لا شال كيبداو من واحد على 50 حتى الواحد على مليون، ياك من واحد على 50 حتى الواحد على مليون. مزيان، انا شديت واحد البقعه، ياك شديت واحد البقعه باش انها تدخل ليا في واحد البلان ديال ا 4، نورمالمون خصني نصغرها باش تدخل ليا في ديك الورقه باش نشوفها شي حاجه ملموسه، فهمتي؟ باش نشوفها واحد الحاجه اللي ملموسه، يعني خصني ندير لها واحد نسبه التصغير، فهمتي؟ خصني نجي ليها واحد النسبة ديال التصغير، يعني يا إما صغرها 100 مرة، صغرها 200 مرة، فاش كنقول مثلا صغرتها 200 مرة، سيتادير أن الشال اللي خدام به هو واحد على 200، أو لا ممكن أننا نكتبوه واحد على 200، ياك ممكن نكتبوه واحد على 200، فهمتي؟ ممكن نكتب واحد على 200 قاعد وكيعنيو ليا لاش، اتفقنا؟ قاعد وكيعنيو ليا لاش. انا خصني نفرق ما بين بعض المسائل اللي هما بيتي ديشيل و غران ديشيل. كي اللي كيبان ليه دابا تيقول غران ديشيل، سيتاتي هو هذاك اللي عنده رقم كبير، لا هو العكس. الغراند ايشيل هو اللي كيكون عنده رقم صغير. انا غادي نشرح لك علاش.
الغراند ايشيل كيبين لي لي ديمونسيون ديال واحد البلان بطريقه كبيره بشكل كبير. كمثال عندي واحد البلان ارشي بحال مثلا هكا كمثال ياك عندي بحال مثلا هكا عندي هكا عندي واحد مثلا واحد البيت هنايا عندي واحد اخر هنايا كمثال كيبانوا لي لي ديمونسيون كيبان لي هنايا شحال فيه هنا فيه مثلا 60 سنتيم هنا مثلا فيه 5 متر 40 كذا وهذا الشيل هذا نتاع واحد على 50 بالضبط كيخدموا فيه لي زاركتيكت فهمتي ما كيخدموش به لي توبوغراف اتفقنا من غير الحالات الاستثنائيه ديال الكوبرو اتفقنا الحالات الاستثنائيه ديال الكوبرو عادي جدا اتفقنا من فوق واحد على 50 كنبداو في واحد على 100 واحد على 200 واحد على 250 ال 500 ل 1000 ل 2000 ل 2500 وغادي هكاك اتفقنا دونك اشنا هو البرينسيپ دابا باش نوضحوا الفكره شنو هو البرينسيپ ديال غروند ايشيل والبيتي ايشيل فاش كنقول غروند ايشيل سي تادير عنده المقام ديالو اولا هذاك ليشيل راه هو صغير في الرقم يعني بحال واحد على 50 واحد على 100 هذا كنعتبروهم غروند ايشيل علاش حيت كيبين ليا ديمونسيون اولا لي ديتاي تاع البلان كبارين داكشي اش تنقول ليه غروند ايشيل على عكس كمثال ناخذ لا كارت توبوغرافيك لا كارت توبوغرافيك شنو هو الايشيل ديالها هو واحد على 50000 ياك شوف معايا كيف داير هذا العدد كبير دونك بيكون العكس دونك بيكون هذا بتيت ايشيل اتفقنا بيكون بتيت ايشيل علاش حيت فاش كنمشي انا لا كارت توبوغرافي ديالي كنلقى فيها دوك لي ديتاي صغيورين فهمتي دابا المساله علاش تنقولوا بتيت ايشيل ما كنقولوش غروند ايشيل ا بارتير ديال لو شيفر اللي عندي انا فسميتو فليشيل فهمتي دائما ناخذ لو كونترير نتاع العدد اللي عندي هنايا وباش نفهم واحد المساله راه كل شوف حيت كاين بعض التساؤلات كيجيوني تيقول لك واش عندي الحق انني مثلا الا اعتبرت هذا بالمتر نعتبر هذا بالسنتيمتر لا والف ولا فهمتي الا اعتبرتي واحد متر راه كيساوي 50 متر 50000 متر في لا رياليتي دونك هذا في البلان وهذا في لا رياليتي اتفقنا دونك 1 سنتيمتر في البلان كيساوي ليا 50 سنتيمتر في لا رياليتي خصني هكا نكون كنعرف نقرا البلان ديالي ا بارتير من ليشيل ديالو نيشان اتفقنا حيت في البلان بغيت تعطوك لي ديمونسيون ريال فهمتي لي ديمونسيون ريال باش تجيب وتجي تعبر انت راه عبرتي كمثال لقيتي 8 سنتيم اي كمثال لقيتي مثلا 8.5 سنتيم هادشي في البلان اش باش تجي ليها دائما كتمشي كتضربها في المقام نتاع ليشيل كتضربها في المقام نتاع ليشيل المقام ماشي واحد على كتضربها في هذاك في ليشيل مثلا هنا بغيت نضربها في 50 فهمتي وبتعطيني شحال لي ديمونسيون ريال اتفقنا بتعطيني شحال لي ديمونسيون ريال وبغيت نكون انني فهمت ليشيل نتاع اي بلان بغيت نخدم به سواء بلان ارشي سواء بلان دو ماس سواء بلان دو كوبروبريتي سواء بلان بارسولير سواء كروكي دو لوفي اي بلان باش نكونوا صريحين اي بلان كيف ما كان في البي تي بي اون جينيرال فراه كيكون ليه واحد ليشيل حيت امبوسيبل انني نمشي نهز واحد الموبل اولا واحد البارسيل نهزها كيف ما هي ونحطها في ورقه ما يمكنش خاصني واحد الورقه اللي هي كبيره بزاف اللي اكبر من البقعه بكثير اتفقنا باش يكون فيها الكارتوش وما الى ذلك اتفقنا ممكن نتمنى ان الفكره تكون وصلتكم حيت الصراحه هذه المساله تاع ليشيل فهي جد 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 مهمه وما خصكمش تفلتوها اتفقنا دونك الى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.